رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والكتاب في تجريد كان كجرنا كتاب الإيمان. إيمان كي أيو كتاب يهي باب باب وحوية هي قول النبي. نبي قول كيس صلى الله عليه وسلم أويري بني الإسلام. إسلام كي والا إسي أو على خمس شنتي رتبة لغدل إسي. إسلام كي والا إسي أو على خمس بالغد إسي قول كنبي أيو باب ويهي عن ابن عمر. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال وعير قال رسول الله رسول كي ألا وعير صلى الله عليه وسلم بني ولا بسي الإسلام إسلام كي ولا بسي على خمس شندشد بالله بسي وشن تيرودي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتلك كوبات قريتان لقرا إلهي موي اللك الحق لمن لو عبد إنو سنجرين محمد نأو رسول إلهي يهي وكوب وإقام الصلاة صلاة دأو لأوغو لإستاجيو قاب في عنا لو تكذو واللبو وإيتاء الزكاة زكاة دأو لقوتو زكاة دأو مركا لتنوى سدح والحج إيا حجكا وأفرع إيوى صوم رمضان رمضان كسون كيسة بشر رمضان أولا صومو أحاديث كالصون كي صوهر مريان حج كي قضال بيغان بيبساكو مسوك ني حديث كو واحد ترتيب أحكام موقتو معنا والا كالهر مريئون ما هاني سي إسروح يغان صون كي صوهر يا حج كان أغدن بيا لكن ترتيب أهان يسيدي رتب كو أها ومقرن حديثك حديثك وحوت الماما يا شنتا تيرود أي إسلام كوكو لسان يهي شنتا هداد لتي ماضو إسلام مناك سنو لسان ياد هاي ستا هديك لنا وحباكا مقن بابو وحو بابو يهي أمور الإيمان إيمان كأموره سا معنى أرموي الإيمان ككمتقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة حقيسة وقوريي إلهي أكراد النقض عن النبي نبي حجيس وحقو كوري صلى الله عليه وسلم قال إنو يري نبي الإيمان إيمانك بضع وستون شعبة وطور إيو لحظة قيبوت روايتها قاركو طور إيو تضباطا بيدهين الإيمان إيمانك بضع وطور إيو ستون لحظة شعبة أو قيبوت لحظة إيا طور بدعو حالي رهذا ترضى كبلابة سدح كنا أمات سقال سقال هدو كبذي هاي بدعو لما ديه كرم سدح هدو كجري هاينا ساسو كري مركا وطور إيا تضب طور إيا لحظة قيبوت يو إيمانك أقيب سما والحياء سريكتنا شعبة وقيب أو من الإيمان إيمانك كمدأ حشوتك سريكتا وبر إيمانك كمدأ هادات سريكتو أوت حشوتو نصبا أو إيمانك هيستا نصبا كود إيمان حشوت لابي ما سريكتي مشيح إلهي أكتس قيمة كليه ملها سريك لابي قيمة أوليه ملها سيداد أيا وحال ليره ذا نبي يدي هوري وحال لقصو من جوريي إذا لم تستحي هدادا حشونين فاصنع ما شئت وحدون تصنعي هدادا سريقني قد حشود لهين قد حشود لابطهي قد حدون تصنعي فعلي لغة معها
لكن واد أركي دون تاوحي كوكونا ساسا مركا لولا جيدا. والحياء سريكتنا شعبة وقيب إيا بر أو من الإيمان إيمان كمركا كمدعا باب وحباب إيهاي المسلم مسلمكو من سلم وقفك أي كبد بادان أو أي كنبت قلان المسلمون مسلمين تكالي من لسانه عرب كيسا إيه ويده قعنتيسا مسلم متق مربطة إلى النقطة قعنتارة إي أفكاغة هل أقبت بادو مسلمين تكا إلالي بابو وحباب إيهاي المسلم مسلم كحقيق ذي قطع من سلم المسلمون ومدك أي كسلاموبان وأي كبت باذان المسلمون مسلمين تكالي من لسانه عرب كيسا ما عيتمه ما حنتمه ما حسده وحو قصة ما يمالو عرب عربك ويده عن تيسا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي نبي كوري صلى الله عليه وسلم حقيسا قال إنه يري نبي المسلم مسلمكو من سلم المسلمون ومدكي كأمان هران وأسقل أكبد باذية مسلمين تكالي من لسانه عرب كيس ويده يقعن تيسا أف يأدن با والله غنى رد قلي والمهاجر مهاجرنا من واي هجر كهجر ذو كتغي ما نهى الله عنه وحو إلهي كرر سبحانه وتعالى وحو إلهي كحران تنمي وكم منوعي قفك اسكطا في كتغي كاسا مهاجر مسلم نوحاء قفك مسلمين تا قعن تيسا يعرب كيسا أي كأمان هلان باب وحباب ويهي أي الإسلام أفضل إسلام كي فضل بضل إسلام كي أفضل بضل وحلو قد حقبت معنا أي الإسلام أفضل مسلمين إسلام كي أفضل بضل عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبي موسى وحيري قالوا وحيدهان يا رسول الله رسولك إلهي أي الإسلام أفضل إسلام كي أفضل بضن قال من با أفضل بضن بو يرقف سلم المسلمون مسلمين كأمان جليي كبد باديو كإلاليي أيقول أي كنرد قلان المسلمون مسلمين تكالي من لسانه عرب كيسا ويده يأدن كيسا مقعن تيسا باب وحباب ويهي إطعام الطعام راشنك أو مساكين تلقوذيو من إسلامي بيوكا مديها إسلام نمضى إسلام نمضى وحيابها اللغو إحساميه أما قفكو مركو سمي إسلام نمضى أي كمدتها وطعامك اللقوذيو قفك باهن وعنت الله سيو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا نمبا سأل النبي نبي سؤالي صلى الله عليه وسلم معويري أي الإسلام خير إسلام كي أخير بضم إسلام نما كي أخير بضم قال الرسول كوحو يري صلى الله عليه وسلم تضعم إن تقوذسو الطعام طعامك مساكين طباها هذا عم تسيسو وتقرأ السلام سلامتنا أتكو أخرسو معناها أت سلام تواي على من عرفت قفك أتقان دشيسا ومن لم تعرف يقف كذا نقوم بقى مسلمين تني كوس النعران كي كوي ماذا كهري ماذا السلام عليكم إن الطهضة تضعموا الطعام طعامك قود انتيسا إن قودس طعامك مساكين تأتسيسا وتقرأوا إن كو أقرسا السلام سلامتنا على من عرفت قفك أبقرانيسا ومن لم تعرف يقفك أبقراني سلامته هدي وجه نقطه وعلى مره آخر الزمن كا سل أمان تكوجر نوكله بمان تنسى سانهاي قف كان قاوم بسالنا لكن آخر الزمن كا على مريه سو سلام تأقوم بين قندونتا قف أيضا أقوم هذه السلام توكل يا بمان لا بقف هذا ميل تاجن هذا سو أجمع تود السلام عليكم ده هذا وإسفير فير رايا صاحبه ألم يقول قاله مي أبنا مي نجد وقلبي درب سلام كي ساسا تعلمات دربي السلام و دربي السلام بقى لو بيحدد السلام عليكم تذكرها سيدا درتي رسولك وحوليه وإن السلامتا على من عرفت قفك أتقان الدشيسة ومن لم تعرف معدك سلاميسة إسلام نمو
حجاب بي وغطاء وويل مسلم او كاهر يميد صن النبي با كم وقطة سلام عليكم ده سادرتين ايا تاوحي كمتهي اسلام كان اخير بضان باب من الايمان ايمانك وحا كمت اهبو باب ايهي اي يحب قفك الو لجعل هذا لأخيه ولالكي ما يحب لنفسه وحو نفتي سلجعل ايهي حديث كان هضان ضبقنا واللبانينا وحك استأو نفتار اض لجعشهي ولالك لجعله ولاشان لجعله إلا وقربي مجعشهي ميا إلا وحانت مجعشهي ميا إن لو دلما جعشهاي ماي أوديك على قبة إن حولها على قات ما جعشهاي ماي إن دبل وجاسي ما جعشهاي ماي محد ولا جعلان ويسأل عليك رسولكم وطن ما مدونا لكن باب وحوي هاي من الإيمان إيمانك وحكمت أي يحب قفك إنه جعلاضه لأخيه ولك ما يحب لنفسه وحو نفسه لجعلي هاي سيار عاد عتة سيار كات جعشهاي جادت عنتا جاد كات جعشهاي وعياذ بالله زندة جعشهاي وحد جعشهاي خمر عبك ولكن كامل جعلانيسا ميا ووحي خير أهلو لجيدا روادها قاركوت خير بي قدران فيري وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي للنبي لا يؤمن مرمين إيمان ماله أحدكم متكين حتى يحب إلا أولج على لأخيه ولا الكيس ما يحب وحو لجعل يهي لنفسه نفس ديسة إلا ولالكا مسلم كا خير كا صاحب كا وحا نفتاض أب لجعش هاي أو خير أب كل جعلات لجعلات إيمان مليهد لا يؤمن وحد المؤسعلمضو وحلو لجي ذا إيمان كامل أطلم استران أصير لوغو قلي مرها أحدكم متكين حتى يحب إلا ولجعل هذا لأخيه ولالك جعل يهي لنفسه نفس ديسة باب كان وحو باب ويهي حب الرسول رسولك جعل كيسة صلى الله عليه وسلم لجعل هذا من الإيمان إما كوك مديهي الله أكبر نبي محمد لبو نصو مري ليجي سانا لصو قهي ilkihi saqaba kamidan loo jabiye si ay diinta noo soo gaarto jaceel aan jeclaano iimaanku kamid yahay marka baabo wuxuu baab u yahay xubbu rasuuli rasuulka jaceelkiisa sallallahu alayhi wasallam jacdo min iimaani iimaanku marka kamid yahay wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi رسولكي إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري والذي معبودك نفسي نفس ديذا بيده كعنتي سأي كجرتان كبارطي وبارطي نبيه لا يؤمن مرمين إيمانا لغا مهل أما إيمان بما استيران أحدكم متكين حتى أكون إلا أن أحاب أنيغا أحب مدلوغا جعل بذيهي إلهي حقيسة من واله والد كيسا إيو وولده ولد كيسا عنو قاقا إتك جعش هاي نبيه عنو قاقا بات جعش هاي نبيه قاد درجيسي والد كابات جعش هاي نبيه قاد درجيسي إيمان مليهت إيمان مرها وعن أنس رضي الله عنه الحديث حديث كان لفتك سوري بعينه أسبو عينتي سأه سيدي سيئة وزاد وحس ككر لي كل زيادي في آخره حديثك آخر كيسة والناس أجمعين إيه تذكرنا والناس أجمعين أمد أطن أيك رجع لاضي معنى وكجع لاضه رسولك صلى الله عليه وسلم وإن دويل كاج النبي كجع لاته وإن دوالد كان النبي كجع لاته وإن دتك أطن أد رسولك كجع لاته هيرك مركي لجاره ayaad leedahay iimaan dhameystiran kaamil oo buuxa ilaahay jannada uu kugu geeyo baabo wuxuu baab u yahay halaawada iimaan iimaanka macaankiisa dadanka iimaanka iimaanka dadankiisa ayuu u yahay shaah baa lagu miisaalaa shaah oo aan sokor lagu karinin koob baa lagu shubaa waa calaynta kaliyeed abal qaraar waa sama سعيد مع القاء أما السدح قادو أما اللبا قادو سنكر أكشب على أنتي حنا ولاقن هقسن عب ولي وقرار لكن إيمانك وكجرة معانك وفقيا
قاد السوق ولا قدره قم قوق سكرتي عبشاهي أفك إنك قاد من ربتت معانك سادرت بإيمانك ساكو مثالا إيمانك وحلو مثالا قلبي بواش كوبكي شاها أها كجري إيمانك باقلي وسكرتي هدو صنقفك إيمانك قلبي سكجر قصنقو طاق من قرارك سؤهانيا فإلى ملها حديث أنت قادر لك يانو سالو قصو معان بو نقنيا إيمانك يفري بو كطاق ما يقفك مركا وحلاوه يمعانك إيمانك وعنه وسحابي دي هوري أبي هريرة أما آنسه عن النبي صلى الله عليه وسلم بريق حقي سوحق وكوريه قال إنو يلي نبيه ثلاث سدح وحيابوت من قفكي كن أي أهاذان أما أي كسق ناذان فيه قديسة سدح وحيابوت قفكي لغيره وجد وحو هلي حلاوة الإيمان إيمانك معان كيسة بطنك إيمانك هلي كو أن يكون الله وإنو إلهي أهاذا ورسوله إي رسول كيسابة أحب مدلو غجع البذيهي إليه حقيسا مما سواهما وحي مكاكا صهري وإن إلهي إي رسول كيسا أي أهاران مدلو غجع البذيهي وحي كصهري محالك وضع تي أنسوا مرنا كري إله إي رسول كيسا جعل كذا صهر مري وحكا صهري كي ماذا كو وأن يحب المقف إنو جعل هذا قف لا يحب سننين إلا لله إله درتي ما هني أنت لله جرتو ولا تلص عنايا لله هدي لوايو صلاة لا أنت ما هذا حجاب لا أي ما هذا إبادة لا أنت ما هذا ولا كلا جوايا وحنك وجعلهاي وإله درتي سبحانه وتعالى هدي لجوايو اسمه صنم وأي يكره تسدحادوا وإن قفك كره سبا مع أي يعود إنه كل عطف الكفر قال نمو كما يكره سوء كهما يؤمعيه أن يقذف إن لغطوره في النار دب نحديثة مرتها إن إنت الله قبته فورنا الشيطان هل عيسى لغو نحديثة ميلة ساسو كلاات ونعبتها يؤمع إن أرقال نغطه ودين تذي كري دوذو ود إله سبحانه وتعالى كو عاسسو أم أدمر كابينيسو باب وحب باب ويهي علامة الإيمان إيمانك على مرها اللغو يقانا يصمد وحاكمت حب الأنصار أنصار جعل كوذا أنصار ما تقانين وددك نبيك سوئوية صلى الله عليه وسلم وددك رسولك كسوئوية ما قال لذمذي إذا مسلمين تأهي مهاجرين تلا جعل غير أنصار لجعل هذا على مد بي أطهي إن الإيمان لا يذهي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وضدك إلهي أمانة سبحانه وتعالى ضدك نبيك الدين تكسر دوي هذا جعلاته وحلمتها وحتى يستطاع علامة إيمان وعنه وسحابي هروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي آية الإيمان إيمانك على مديس حب الأنصار وأنصار جعل كذا وأنصار جعل هذا وآية النفاق نفاق آيدي سنة بغض الأنصار وأنصار لا معه لا عرابة أنصار سيد وعرون سيد دين النصريين أنصار بو إله أبحي سبحانه وتعالى مهاجرين الدين لسو هجروذين أنصارنا الدين كسر دوين علكو ذا قيمه ونكجرا آية الإيمان إيمان كسو مديسي على مديسي آيديس حب الأنصار وأنصار جعل كذا وآية النفاق منافق نماء يدي ذنا وبغض الأنصار أنصار الله عراضه عن عبيدة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول النبي وحوله أن رسول الله قال وحوله جرك سنة وحاجه مركا رسولك إصابة كوح ومن أصحابه أصحاب سكمت هذا كان حد أصوص على مركو ضعي النبي وحجار تاجن وحوله جرت وح تاجن ومشي جوجا عصابة كح ومن أصحابه أصحاب سكمت معي المركا بايعوني إلى مبايع هذا قعدت أصوص تكتي إلى بلنجر على ألا تشركوا بالله شيئا إنا ذا إله وحبه الشريك يليني الله أكبر
ولا تسرقوا إن إذن حدين ولا تزنوا إن إذن زنسنين تقتلوا إن إذن دلين أولادكم إلمهين ولا تأتوا إن إذن لإيمانين ببهتان بين أبو رشو تفترونه أبكو أبو رنيسان بين أيديكم وأرجلكم لغهين إيقعمهين إحذوذة ولا تعصوا إن إذن كعاسمين في معروف معروف وحولاك أطل الدين تشكتي إن إذن ديذي كن عاسمين انت إلى بلنغلا فمن وفى قفكي أوفي الله نبيه فمن وفى قفكي أوفي ومنكم أذنك إذن كمبعة فأجره أجركيس على الله الذي شيسو أهاره قفكي انت أوفي إلى أن أشريكي أن وحدن أن زني سنين أن أولادي سدلين بل أورد أن لا إيمانين معروف أن كعاصمين فأجره على الله أبالكيس الله أسينا سبحانه وتعالى أبالكيس إلهي حقي سيدشي سوء هذا ومن أصاب قفكي كنعه أو أصيب من ذلك دنبيالك لسو شيء شيئا شيء كدبعه أو أصيبه قلا فعوقب الله عقاب في الدنيا أدونك وحبو حضي قعنت لك قوي وزنستي ولا كرباشي إيوحي مركا لمدعا فهو كفارة له كفارة ولوغة دنبي الأفايا ولوغة أستريا إلا وقعفنا يا معنى ومن أصاب قفكي كدعا أو أصيبة من ذلك دنبيالك شيئا شيء كأصيبة ثم ستره الله إله وأستريا وزنستي لما أغاني شبهي إله وأستري ثم ستره الله إلى استرى فهو إلى الله إله وحكم كسلوع لنا إن شاء عفى عنه هدو دون إله وعفنيا وإن شاء عاقبه هدو دون إله وعقابيا هدي لدى إله هدو دون وعقابيا هدو دون وعفنيا عفنتي ساوي سبحانه وتعالى نحرستي ساوي سبحانه وتعالى عفن بأبضلتها إلهي إذنك إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه هدو دون وعقابيا فبايعناه ولم مبايعوني أبلم من كلق المي أرنتا على نبيا على ذلك أرنتا أرنتا وانكلم مبايعوني باب وحباب أيهي من الدين دينك وحكمت الفرار عر لغلا عرر من الفتن فتن تمركي بضطه وحق إبادة إسكو قسمة لك لساري وايو كالصحن إيكا قلدن لك لأغان وايو ظالم كي مظلوم لك لبحين وايو فتن تمركي تماضه إن دين تهذا أدلع عررته قيلو لجيدا دين بيتهي قفك عرق لعرره دين تيسا فتن تمركي تماضه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أنه أبي سعيد قال وحيري قال رسول الله رسولك ألا وحيري صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري يوشك وحسود دقدقهي ولا جاري دوناواي أن يكون إنو أهاضه خير مال المسلم قفك مسلم كأهمالك سكم أفي عن أخر بنا غنم أري أري إنو نغندونه أريغا سو يتبع بها أوكرا عيو شعف الجبال بورها شعف كوذا ميله ذا سرسر ومواقع القطر يميش روبك أوكو سو بعو رايسك إيو أوسكو سو محماشي محماشي يفر وعرريا بدينه دين كيسا من الفتن فتن تأمقال ذا تالا فتن تبضطيبك لعرريا حين أريبو كنستي دور كاسو إسكدقي باديهيسا هل هكتري لا هكتره قل لي أصاب بحيسة لا أبي أرجيسي عنه كما لنا يا صرتي سوعنا يا عنه كعبيا إله بو كعبدايا رواه قرقو تاسي كدرين إله بو كعبدا بعض ماشي كوجيا حلال نواعنا إله نوع عبدي مجالاً حارنتا هي فسق جيدة يوح الله عنا كل أي نقدان وحلا حارنتي من سبحانه وتعالى أنت يا رب أنا حارستي ما هني هو سقف قريبة حجزوا إسكا هذه أرجس وأجي هاي عسك سلطاقة يا إلها روك كسب بحية هكت رب بيرو ماشى قصة مستي مزق يماس يحرق صوب حاي وأجي وحلال حلال نير تقفك النعاس في تنت أيو كلا عرريا دين تسبو رحي رسولك صلى الله عليه وسلم يوشكو وحد دق دقي سول الجاري دونا
آخر زمنك أي يكون إنه نقضة أما أهذا خير مال المسلم قف كمسلم كأهمال كيسة كان أخر بضن أي أفي عن إنه نقضة غنم أريق يتبع بها أكرا أيو شعف الجبال بورها ميشي وذا صاري شعف كبورها إنه مركا كراعه ومواقع القضر إميلها لبعد يكسر بعضه وميلها روبك بضن يفر أصغو عرارية بدينه دين كيسو كلا عرارية من الفتن فتن إني سو قرده باب وحو باب ويهي قول النبي نبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم ويري أنا أعلمكم بالله أنا إلهي إذن كو أقوى شبه سبحانه وتعالى إلهي أنيقى أقانا أنا إذن شيء سلو عبده إراعة معنى واس أنا أعلمكم بالله عن عائشة رضي الله عنها قال دوحي ترى عاشو كان رسول الله رسولك الله وحو أها صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم مركو أمره سحابديس شيء أم أمديس أمرهم أمر جري من الأعمال حق عما بما يطيقون وحي كاري كران دين توا دين يسري وفضط وروحها كاري كرتان قبتو له جري قالوا حي بهين إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله أنغو أذيغو كلمنهن أنغا أذيغو كلمنهن وحي سمايها نديهن أذي إله جنظة وكو دياري أما الكينا أنبادني أولجي ذان بلك سنة كست أنصانو دمر كقور كود أنكفو غانو همين كست أنتاكنانو ساسي كوضان وي أنغي أذي اسكمد منهن وي إن الله إلهي غفر وعافي أبي ما تقدم من ذنبك ويحتج ذنبك جاء وما تأخر يحيد بعيبه فيغضب عراضي النبي وعراضي حتى يعرف إلا لا أقنصري الغضب حناقة في وجهه جيسة إلا وجه جيسة لقدر يا من رسولك إنه حناق سنيه ثم يقول كدبنا وحيري إن أتقاكم كان إكوت وبضن وأعلمكم إذن كو أقو شبدا بالله إلهي أنا عني واي سئل أن يعبدن إلا دو عبدان وقلت وحن أن إذن سمي إذن شيغو قبطو مركا سمي باب وحباب ويهي تفاضل تفاضل أهل الإيمان أهل الإيمان كوحالغو كالفضلاء في الأعمال عمالها ذاتك إذو وضع إيمان إليه إلا لو الرميسيه عمل كالغو كالبغياء الله كعبسك الله كلا ديريا ورقف إيمانه وعمل في عن سمعيني وما لنك استعمل كي سوناك سنيه يقف إيمانه وعمل كي سحوين اسكو ميت من نقون أيام إن أتقى معناها باب التفاضل والتفاضل إلا بكلا فضله لبكلا كرمرسية أهل الإيمان إيمانك أهل كودة بدك إيمانك له في الأعمال عمل هذا عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده النبي يدخل ويجليان وحاجلها يا أهل الجنة جنات أهل كذا الجنة جنات يجليان بدك أهل الجنة كأها جنات يجليان وأهل النار بدك أهل النار كأنا النار نار تيجلي لا إله إلا الله أهل الجنة جنة يجليان أهل النارنا نار تأي يجليان ثم كبعد يقول الله إلى وحو قرنيا تعالى أمر كيس السرية أخرج كسوصار إلى إن حديثي قف جنة قال لك صبح الماية قف نار قال صباح احتى لك صبحية أخرج صبحية من النار نار تحقي إذا كصبحية من كان قفكي أهذا أما أوكس بيهي في قلبه قلب جيسة مثقال حبة حبة جرام كذا مثقال كذي عريس كذا ومن خردل جيك خردل كأ ومن إيمان إيمانا خردل ما ركته كذي يرقى سسنتو كلا هواء ديرو مذوبو سسنتو كلا هواء دوات كي من دوات كلا قصمية خردل بالي هذا من كان في قلبه قف كست أو قلبه سوء أهذا مثقال حبة حبة عريس كذا حبدا سو من خردل خردل آ ومن إيمان إيمان آ فيخرجون منها ويكسو بحنايا وملائكتي فيخرجون ولقصو بحنايا منها نارتي حجيذا قد سودوا أيو لحلوري وقتي ومذوبادي شي قتي ما عرفت مذوب نقضي أسقونا ككن نقضي
saasoo kale ayagoo noqday anaarta laga soo bixinaa fayuqrajuuna minha, waa laga soo bixinaa naarta buu dhahay nebiga. Qad iswaddu, ayagoo dhuxuloobay oo markaa gubtay, fayulqawna waa la tuuraa marka, waxaa lagu ridaa fii nahri lxayaati, webi lagu magacaaba nahri lxayaat, nolosha webigii nolosha ayaa lagu ridaa. Fayanbituuna way dhalanayaan, haddana dib bay u dhalanayaan. Kamaa tambutu say dhalato alxibatu, xibada waa iniinta baasha lagu magacaabo. Roobku markuu yimaado geeda yar yar ah oo ubax oo qurux badan ayaa dhasha oo soo baxa, waa iniinta iyo xibada. Fii jaanibi sayli daadka, roobku markuu yimaado daadka meeshuu maro geesihiisa, waxaa kasoo baxa ubaxya yar yar ah, geeda yar yar ah oo cagaaran. Alam tara, miyaadan arag, annahaa ayadu takhruju, inay soo baxdo, safraayda qurux badan, safraa'a multawiyatun, oo isku duuban, haddana madax kor markay usoo qaadato saasay isugu duubantaa. Waa iniin yar, waa dhir yar oo aada u qurux badan, saasoo kale u dhalanayaan. Iimaanka qalbigooda ku jiray yaa lagu kala tafadulay marka, mithqaala xaba min iimaan, mithqaala xaba min bur wax la eg, wax la eg, ilaa ilaahay uu dhaho marka dambe mithqaala xabatin min khardalka, meesha markaa noogu qoran. Wa canhu, waa saxaabigii hore radiallahu canhu qaala, wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, baynaa waqti ana anigoo naa'imun hurdaaya, ra'aytu annaasa, dadkiibaan arkayo, yucraduuna calaya, laysoo bandhigaayo. Dadkii laysoo bandhigayaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, hortiida soo marmarayaan, yucraduuna, la bandhigaayo, calaya korkayga. Wa calayhim, waxaa korkooda ahaaday qumusun, qamiisyaalo, mid kasta qamiis buu wataa. Minhaa waxaa ka mid ah maa yablugu, mid u gaarayo, athuriy, naasaha, madaxuu kasoo geliyey, naasaha ma dhaafayaan, hoos ma aadi karo, ilaa qaybta naasaha ay qamiisku u joogaa. Wa minhaa waxaa ka mid ah maa duuna daalika, mid ka sokeeya oo naasahaba gaaraynin. Wa curiduu calaya, waxaa la iisoo bandhigay dushayda cumar ibnu lkhaaab, walayhi qamiisun, qamiisu wata, yajuruhu, waa jiidaya, intuu madaxa kasoo gashtuu korka dhan intuu u qariyey yuu dhulka soo gaaray, dhulkuu ku jiidaya cumar. Qaaluu waxay dhaheen famaa awalta, maxaad ku fasirtay dalika riyadaas yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahayo. Qaala addiina, diinkaan ku fasiray buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam, diinka badankiisu waa cumar radiallahu canhu, waxa diinta u nusriya waa cumar radiallahu canhu. Nebi maxamed gadaashi hadduu nebi imaan lahaa cumar buu noqon lahaa radiallahu tacaala canhu. Cumar, wamaa adraakum ma cumar, cizi islaamku ma yeelan, maanta cumar soo islaamay maahane, waa ninka keliya la yiraahdaa ee si cayaana kacbada u dawaafay markay dadku isdhuuminaayeen, iqarsanaayeen. Diinkan ku fasiray buu yidhi baabu alxayaau, sariigtu min aliimaan, iimaankuu ka mid yahay. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم أيا مرة وحا صومري على رجل نين أي صومري من كركي وما الأنصار الأنصار وهو أصغى يعيد واننايا أخاه ولالكي في الحياة بك واننايا والحشوت بدني ذا ورسكة حشوتك ناك ما تهي والدور ما تهي والقور ما تهي حد ويسا وادع ذا حد ayaga soo xishoonay gabar miya gabdhiyaan bixishoonin maanta maxaa si kale loo baxa xasariig buu sameynayay ninkan wuu ka waanina warxishoodka iska daa. Faqaala rasuulullaahi, rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, dacahu, ka tag daa, faina alxayaa min aliimaan, xishoodku iimaankuu kamid yahay, xishoodku iimaankuu kamid yahay dhaaf xishooda buu dhahay nabiga sala allahu alayhi wasalam. War waxa dhibka ummadda u keena waa sariir la-aan, waa xishood la-aan, waa 18 jir 14 jir gabar ahoo jeens intay qaadatay, timahu u furan yihiin, funaanad cad ugu jirta, wax u qarsan aan jirin, jidkaa maraysa mana la hadli kartid, maxaa ku kalifay xishood la-aan? Wallaahi haddii sariigan lahayd ma samayn lahayn, wallaahi haddii xishood jiri lahaa ma samayn lahayn.
xishoodka waa marashay dhahan ummadda sariigta waa dhar aad xiran tahay waa sidaa darteed baa sariig laabe wax kasta uu samaynayaa waddadaasuu maraya wuu isla fiican yahay waa la isla quman yahay maxaa sidii gabdhihii waa siraaceen raggii way ku darsameen wixishoonaay halkaasaa la maraa garabkaa la iska haystaa gacantaasaa la ysaga haystaa waa laba ajnebi ah haddii la xishoon lahaa waxaas ma la samayn lahaa waa maya qasarka ka baxaaya mid kastaa icecream gacanta ku wataa bidixda lagu haystaa haddana midigta xataa haddii lagu qabsan la waxba aan lahayn waddadaa saas loo marayaa saasaa loo sameynaya wax kastaa la falayaa walaalayaal xishoodka maanta meel xun buu marayaa ummaddan waxa ugu horreeya ee laga qaado waa sariigta xishood maalintii la waayo markaasay dhibaato timaadaa walaalayaal inta aan xishoonayn oo xishood nagu jiro alla agtiisa kheyr baa lagu gaaraa sariig laaba ilaahay agtiisa qiimo uu kuleeyahay ma jiro maxaa la dhowranaa haddii mar xishood la waayo walaalayaal maxaa la sugaa mar haddii xishood la waayo wax la sugaayon ciqaab ahayn ma jiro wax la sugaayon cadaab ahayn ma jiro war wasaqda iyo xumaantu intay qarsoon tahay oy guriga ku dhex jirto dandaana la leeyahay inuu ilahay noo naxariisto waa macquul laakiin maalintay banaankaas timaado sharica ay soo marto khalaas way u dhammaatay marka xishoon intaan xishoon karno walaalayaal aan sariigan intaan sariigan karno xumaanta aan ka xishoono wixii wasaqda aan ka xishoono akhlaaq xumida aan ka xishoono wax kastoo deni ahoo wasaq ahoo rabbi noodida aan ka sariigano sariigtaa loogu talagalay gabdhaha bikrada ah ee ku jira qolqolkooda wuu ka sariig badnaa si xadiisku tilmaamayo rasuulka sala alayhi wasalam waa ka dhow sariig badnaa wuu ka xishood badnaa dumarkaa lagu miilay weliba kuwa bikrada ah saa darteed maanta afkaa lagula soo gelayaa lama hadli kartid wax kasta ayadiiba kaaga horeysa saqajaarnimada way kaaga horeysaa mtaqaanaa xumaanti way kaaga horeysaa wax la dhowranayo ma jiro walaalay maalintii sariig adduunka laga qaaday maalintii wiil iyo gabar la yiri isla fadhiirta iskoolka maalin wiil iyo gabar la yiri isla sacadiya maalin wiil iyo gabar la yiri waardiye isla qabta maalintii dhakhtar iyo dhakhtaro la dhahay hal qol isla gala xaaladaasa sariigtiiba beeshayba markaasa anagoo dhan waxaan noqonay dayuusyo waxaan qiimihi wanaag lahayn ilaah subxaana watacala hanoo soo maciino meeshaa noo joogta walaalayaal wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu watacala.